طبعا الناس كل تستبشر بنزول الامطار، لكن العمليه في ارتباطها بتطور الموارد المائيه بالسدود وتاثير الامطار هذه على الفلاحه بشكل عام، على الموارد المائيه، على التربه، هنا يبدا اختلاف بالنسبه للسدود. امطار نتاع 10 و5 ملم و20 وحتى 30 ملم مع الطقس درجه الحراره 22 و23، اضافه لانه سبقها حوالي اكثر من شهر انحباس كبير للامطار. نتصور انه كميات المياه اللي سالت ضعيفه برشا، وكان نحب نعطيكم مقاربة أنه على المستوى الوطني خلال أسبوع هذا كامل كمية الأمطار ساهمت بخمسة بالمئة فقط على المستوى الوطني في مخزونة السدود، ويمكن استثنائيا في منطقة جندوبة سدود ولاية جندوبة ما بين 12 إلى 15% زيادة في المخزونات. هذه زيادة بشكل عام معتبر ضعيفة لأنه النقص كبير في كميات المياه اللي في السدود، مع أنه الأمطار هذه معناها نحسوا أنه كتصب شوية وكتصب بعد فترة أن الأرض عطشانة، الكل ما يسيلش تمتص الأرض والأرض ما تنجم تسيل الماء إلا كي تشبع هي ديجا. هذا ما يعنيش أنه كمية الأمطار هذه باش تنفس شوية الفلاحة، باش تنفس الأراضي، بعض الموائد المائية باش يكثر عليها الضغط، لأنه الفلاح يلقى المطر على الأقل أسبوع 10 أيام إلى الأمام يلقى روحه مش مضطر باش يضخ من الآبار، خاصة الأمطار هذه اللي شملت كل الجهات الكميات محترمة، وبالتالي باش يكون عندها تأثير كبير ياسر على كل الزراعات، وخاصة على نسموه نحن العود الرقيق، معناها الأشجار المثمرة الفصلية الصيفية، وخاصة على الزيتون باعتبار انه ثم مناطق فعلا الزيتون بدا يتاثر. ولعل الامطار هذه باش تكون باشر تخيل وتكون ايجابيه برشا، مع انه يمكن مع اعتدال الطقس اني يمكن الربيع يجينا مؤخر شويه، ولكن نتصور انه حتى مستوى المراعي على مستوى مناطق الوسط خاصه الوسط الغربي اللي يتركز نشاطهم الفلاحي على تربيه الماشيه، نتصور ان الامطار هذه باش تكون دي فيك برشا.